الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. هل ممكن يتحول المريض المصري لفار تجارب لشركات الأدوية؟ السؤال طبعا صادم ومخيف، لكن للأسف الشديد السؤال ده مطروح بقوة وبيتسبب في حالة جدل واسعة داخل وخارج البرلمان من ساعة ما بدأت مناقشة مشروع قانون التجارب السريرية. في اعتراضات واسعة من نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة وعمداء وأساتذة بكليات الطب، وبرضو في أعضاء في المجلس الأعلى للجامعات. ما هي مخاوف كل هؤلاء وغيرهم، وما هي أسباب اعتراضهم؟ هنحاول الإجابة في فقرة الأخبار. بعد الأخبار عندنا حوار سياسي اقتصادي عن كل ما يتعلق بالحياة السياسية في مصر. ماذا تفعل الأحزاب؟ هل تندمج أم لا؟ كيف يستعيد حزب الوفد صدارة المشهد؟ كيف يخطط لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ أيضا هنتكلم عن أبعاد الملف الاقتصادي وتأثير شهادات الثقة اللي بتمنحها مؤسسات دولية للاقتصاد المصري. كل الأسئلة والمحاور دي هنطرحها على الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد والاقتصادي البارز، في حوار خاص بعد فقرة الأخبار. أما الآن فإلى أبرز العناوين. 8 ملفات عاجلة يبحثها الرئيس مع 9 مسؤولين، أبرزها استعدادات الحكومة لشهر رمضان وضبط الأسواق والإسكان الاجتماعي. اثنتا عشرة ملاحظة تقدمها نقابة الأطباء على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية، واتهامات بتحويل المريض إلى حقل تجارب. عشرة آلاف جنيه حدا أقصى لعقوبة مضايقة السياح داخل المناطق الأثرية، والسجن المؤبد عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج بحسب التعديلات الجديدة. كانت تلك أبرز العناوين، إلى التفاصيل بعد قليل. أرحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع النهاردة مع 9 من المسؤولين على رأسهم رئيس مجلس الوزراء و6 وزراء. الاجتماع ناقش 8 ملفات عاجلة أبرزها استعدادات الحكومة لشهر رمضان، خاصة ما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وطرح كميات كافية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت وغيرها من سلع أخرى. الاجتماع أيضا ناقش استمرار جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع في المحافظات. أيضا ناقش جهود تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية وزيادة عدد الشوان والصوامع وتطوير القديم منها. معايا على التليفون الأستاذ ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين. أستاذ ممدوح مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو. اكيد وزير التموين كان احد ابرز الحاضرين في هذا الاجتماع مع رئيس الجمهوريه. بالتاكيد حضرتك كل سنه وانتم طيبين. ملفات عديده ناقشها السيد الوزير النهارده في اجتماعه مع السيد رئيس الجمهوريه وحضور رئيس مجلس الوزراء وطبعا الساده الوزراء اللي حضرتك ذكرتهم. الملفات كانت عن جاهزيه وزاره التموين لاستقبال شهر رمضان، وايضا مناقشه ومتابعه ملف توريد الاقمع. فيما يخص جاهزيه الوزاره شهر رمضان، السيد الوزير عرض خطه الوزاره لاستقبال الشهر الكريم بخطط او بانشاء معارض على مستوى الجمهوريه. هيكون المعرض الرئيس موجود في مركز القاهره الدولي للمؤتمرات. المعارض دي معرض سوبر ماركت أهل رمضان وفي جميع المحافظات، وهي تحت رعاية السيدة الرئيسة وبالتنسيق ما بين الغرف التجارية ووزارة التموين.
أيضا عرض السيد الوزير إتاحات كبيرة جدا من السلع سوف يتم طرحها للمواطنين خلال الشهر الكريم. فيما يخص اللحوم سوف يتم طرح ما يزيد عن 12 ألف ذبيحة لحوم سودانية طازجة بسعر 85 جنيه للكيلو، وأيضا كمية كبيرة جدا من الدواجن تتخطى 10,000 طن ومثلها اللحوم المستوردة بسعر 60 جنيه للكيلو. أما فيما يخص باقي السلع فهناك كميات كبيرة جدا عرضها السيد وزير التموين عن إتاحة كميات كبيرة جدا من المسلي ومن الزيوت ومن الجبن ومن الأرز ومن المكرونة وباقي سلة الغذاء التي تحتاجها الأسرة المصرية. هناك تعهدات رسمية من العارضين في معارض أهل رمضان بتقديم تخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 20%، وسوف نعلن للمجتمع نسب التخفيضات والكميات التي ستطرح والأسعار التي سيتم البيع بها في هذه المعارض. نعم، شكرا جزيلا أستاذ. تفضل أستاذ ممدوح. أما فيما يخص ملف الأنف زي حضرتك ذكرت، كل سنة وحضرتكم طيبين. حتى اللحظة احنا وصلنا كميات توريد ما يزيد عن 570 ألف طن قمح من القمح المحلي تم توريدها حتى أمس منذ فتح باب التوريد في منتصف الشهر الحالي، وطبعا لدينا ساعات تخزينية من الصوامع والهناكر بتستوعب ما يزيد عن 4 ملايين طن قمح. الشون ما هي إلا ترانزيت بنستقبل فيها الأقماح من الفلاحين حتى لا نشق عليهم في نقل الأقماح إلى مناطق التخزين الرئيسية البعيدة نسبيا، وحتى لا يتحملوا تكاليف إنتاج. موسم القمح موسم جيد وماشي بشكل جيد، ويتم دفع ثمن الأقماح للموردين تباعا خلال 48 ساعة من خلال الجهات المسوقة لجميع الموردين. نعم، شكرا جزيلا أستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين. زي ما قلنا في المقدمة وتساءلنا، هل المواطن المصري المريض المصري ممكن يتحول إلى فأر تجارب؟ مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف بقانون التجارب السريرية واللي بيناقشه البرلمان حاليا عامل حالة جدل كبيرة جدا في الأوساط البحثية الطبية. المعترضين على مشروع القانون شايفين أنه هيحول المريض المصري لحقل تجارب لصالح شركات الأدوية. المعترضين كتير، منهم نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، أساتذة وعمداء في كليات الطب وأعضاء في لجنة البحث العلمي بالمجلس الأعلى للجامعات، كلهم قدموا مذكرة لمجلس النواب امبارح حطوا فيها 12 ملاحظة على مشروع القانون. هل القانون بيهدف أساسا لتنظيم عمليات البحوث الطبية والإكلينيكية على المرضى المتطوعين؟ هل بيحول المرضى فعلا لحقل تجارب؟ خلينا نطرح هذا السؤال تحديدا على الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام المساعد المجلس الأعلى للجامعات. دكتور حسام مساء الخير. مساء الخير أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. دكتور، يعني رأي حضرتك إيه في الاعتراضات التي قيلت تجاه هذا مشروع القانون؟ طيب خلينا بس الأول نتفق على جزئيات وبعدين نتكلم في الاعتراضات. الجزئية الأولانية إنه هل من المهم أن يكون هناك قانون ينظم الأبحاث الطبية الإكلينيكية في مصر؟ مهم جدا. هل هناك اعتراض على وجود قانون؟ إطلاقا لا يوجد أي اعتراض، لا من لجنة القطاع الطبي ولا من أي جهة بحثية على أهمية وجود قانون. هل من المهم جدا أن نحافظ على المواطن المصري من أن يكون محلا للتجربة والعبث والاستغلال؟ مهم جدا، وده شيء لا يمكن التغافل عنه. هل من المهم جدا أن نشجع البحث العلمي في مصر؟ مهم جدا، لأنه بدون بحث علمي لا يوجد تطور، لا يوجد تقدم. البحث العلمي هو قاطرة التقدم لهذه البلاد. طيب هل المجالس العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث معترضة على القانون؟ الحقيقة لا. الحقيقة هم لا يعترضون على القانون، وإنما يعترضون على مواد في القانون هي لن تحقق الهدف اللي كل الناس متفقة عليه. الناس متفقة على أنه لابد أن يكون هناك قانون، لابد أن نحافظ على المواطن المصري، لابد أن نشجع البحث العلمي. هل المطروح ده بيحقق ده؟ الحقيقة لا. وهي هذه هي الإشكالية. المطروح لا يحقق ذلك يا دكتور حسام، بس عشان توصلني الحتة دي، يعني المطروح مشروع القانون المطروح يحقق ذلك أم لا يحقق ذلك؟ عشان ما سمعتش. لا يحقق ذلك. ليه؟ ببساطة لمجموعة أسباب. أولاها أن الألفاظ التي استخدمت في القانون هي ألفاظ عامة جدا، شملت
التجارب الدوائية وشملت البحوث الطبية. القانون بكل بساطة بألفاظه العامة ما هو مطروح بيقول إنه لو ودي ألفاظ القانون بتقول لو أنا عايز أعمل بحث على الفرق ما بين استخدام المية ومحلول معالجة الجفاف على الأطفال لازم أخد موافقة 4 جهات بحثية، هي المجلس الأعلى لأخلاقيات البحث العلمي، الجهة المختصة، هيئة الرقابة الدوائية، هيئة المستحضرات الدوائية، عشان أعمل بحث أقول هل الأفيد للطفل أنه يستخدم محلول معالجة الجفاف ولا يشرب مية بس. مفهوم. والحقيقة ده شيء يكاد يكون مستحيل. النهاردة إحنا القانون بينص نص صريح على أنه المجلس الأعلى للأبحاث الطبية المفروض أن يراجع كل مخطط بحث. أنا في سنة 2016 عندنا من الجامعات 17,000 مخطط بحثي. طيب. المجلس ده فيه 8 أشخاص متخصصين. هل تتخيل أنه مجلس قادر على أن يراجع المخطط البحثي ل 18,000 بحث في سنة 2016 والمفروض أن احنا عايزين نزودهم؟ طب إزاي؟ طيب دكتور حسام خليني أسمع رأي الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي. دكتور جمال مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور جمال، يعني عمداء الطب اللي اجتمعوا امبارح واجتمعوا مع نواب في البرلمان وسلموهم مذكرة بالاعتراضات على مشروع القانون، هل كان لكم رد فعل تجاه هؤلاء يعني وما طرحوه أنتم في لجنة التعليم والبحث العلمي؟ لجنة التعليم والبحث العلمي نفسها لها ملاحظات جوهرية على القانون المقدم من الحكومة، وبالأمس حضر لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات وفيها كبار علماء الطب والأبحاث الطبية وعمداء كليات الطب، وهناك توافق بين لجنة التعليم والبحث العلمي والقطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات تقريبا نفس الملاحظات الجوهرية، وإحنا قدمناها للجنة الصحة لأن القانون للأسف الشديد جاي من الحكومة وحول للجنة الصحة وليس لجنة البحث العلمي، برغم أن القانون اسمه قانون الأبحاث الطبية الإكلينيكية. أيوه. ومكانه الطبيعي كان لجنة التعليم والبحث العلمي، ولكن نوقش في لجنة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات له ملاحظات جوهرية تتوافق في كثير من النقاط مع ملاحظات لجنة البحث العلمي، وبالأمس حصل نوع من التوافق أنه يبقى في لقاء خبراء لأن الموضوع فيه تفاصيل فنية دقيقة تحتاج إلى انضباط شديد في مواد القانون، لأنه يحكم البحث العلمي الطبي في مصر لو صدر بصورته الحالية اللي جاية من الحكومة سيتوقف البحث الطبي في مصر، البحث العلمي في مصر في المجال الطبي سيتوقف تماما وستكون إساءة كبيرة للعلم في مصر. ولذلك نتوقع إن شاء الله أن اجتماع الخبراء مع لجنة الصحة الزملاء الأعزاء اللي بذلوا جهد كبير في الأسبوعين اللي فاتوا أن هم يستمعوا إلى هذه الملاحظات ونناقشها معاهم ونصل إلى توافق حتى يخرج القانون بطريقة تليق بالعلم وتليق بوطن بس بحجم مصر. بهذا الوضع يا دكتور جمال القانون فعلا بيحول المريض المصري لفقر تجارب، حقل تجارب؟ لا لا لا، كلام ده كلام عوام ولا يليق أن يقال في قانون مقدم من الحكومة. طب ده الكلام ده والتقدير ده طالع من نقابة الأطباء والصيادلة. نعم يا فن، الكلام ده مش من عندنا، الكلام ده من نقابة الأطباء والصيادلة. لا 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 لا، ما حدش قال كده خالص أن القانون ده بيعمل كده. القانون ده معمول علشان يمنع كده. أي بلد متقدم عنده قانون للأبحاث الطبية يمنع أي ضرر لأي مواطن، وده هو مبدأ نقابة الأطباء. أيوة يا دكتور جمال، يا فندم أنا نقيب الأطباء كان معايا. طيب
ما حضرتك لسه بتقول انه القانون بحالته زي راي لجنه تمام. التعليم زي راي المجلس المجلس الاعلى للجامعات احنا واحد تمام. ما حضرتك لسه بتقول لكن القانون مش ان القانون هيحول المصريين لكذا لا اعتراضهم انه ما ينفعش يطلع كده لانه مش هيحقق الغرض بتاعه لكن في تعديلات جوهريه. طيب اذا كان في تعديلات جوهريه لو سمحت لي بس اطرح السؤال لو في تعديلات جوهريه دكتور جمال يبقى القانون او مشروع القانون بالمعنى الادق والاصح مشروع القانون مش كامل يعني اذا في تعديلات جوهريه احنا بنتكلم عن جوهريه لانه بشكله الحالي يوقف الابحاث زي ما الدكتور حسام قال مين اللي هيراجع 17000 بروتوكول تمام مساله من الناحيه العمليه مستحيلة وبالتالي دي نقطة جوهرية ان اللي عمل القانون ما هوش عارف ان في 17000 بحث طبي في مصر كل سنة تمام فعامل 8 يراجعوا الابحاث دي ان شاء الله طيب. البحث الواحد يقعد 5 سنين طيب. عشان يتراجع طيب انا بشكرك يا دكتور جمال دكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي وارجع مرة اخرى واخيرة دكتور حسام عبد الغفار دكتور حسام يعني هل تتفق برضو مع ما تفضل به الدكتور جمال شيحة من انه لا يعني القانون ده حتى بحالته الراهنة مشروع القانون بالاحرى بحالته الراهنة مش هيحول المريض المصري الى حقل تجاري؟ ده انا متفق تماما مع الدكتور جمال الحقيقة ولا وانا كنت حاضر نقاشات نقابة الاطباء او ونقابة الصيادلة وسيد نقيب الصيادلة والسيد وكيل نقابة الأطباء في البرلمان الحقيقة ما كانش الموضوع إطلاقا بأن القانون ده أو كانش اعتراضهم على أن القانون ده سوف يحول المريض إلى فقر تجارب إطلاقا ده لم يذكر إطلاقا هم اعتراضهم الأساسي على أن هذا القانون سوف يمنع البحث العلمي إنما لم تذكر إطلاقا لا من نقابة الأطباء ولا من نقابة الصيادلة في البرلمان أن القانون من شأنه أن يضير المواطن المصري لكن القانون من شأنه أن يضير البحث العلمي هو ده وجه الاعتراض. تمام أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات. هل تعديل القانون وحده نتكلم عن قانون في المطلق هل تعديله كافي لمواجهة ظاهرة سرقة وتهريب الأثار مثلا ولا القوانين كافية بس محتاجين نشدد الرقابة في تطبيقها؟ احنا بنطرح هذا السؤال بمناسبة موافقة مجلس النواب النهاردة على تعديلات قانون الأثار. القانون كانت عملته الحكومة ووافقت عليه ونقلته للبرلمان في مايو اللي فات من ضمن التعديلات دي تشديد عقوبة تهريب الأثار للخارج لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1,000,000 جنيه ولا تزيد عن 10,000,000 جنيه. من أهم العقوبات اللي جات ضمن التعديلات الجديدة إضافة عقوبة على اللي بيضايقوا السياح في المناطق الأثرية. احنا عارفين ان هذه المضايقات كانت سبب كبير جدا وسبب أساسي في رفض البعض تكرار زيارة مصر لأنهم بيتعرضوا للنصب للاحتيال للمضايقات زي ما بيقولوا. عقوبة المضايقات بقت 3,000 جنيه حد أدنى و 10,000 جنيه حد أقصى. السؤال بقى هل عقوبة مضايقات السياح هتكون كافية لوقف الممارسات اللي بيمارسها البعض واحنا بنقول البعض في المناطق الأثرية؟ وهل عقوبة تهريب الأثار كافية في ظل انه كان في بعض النواب بيطالبوا بتغليظها اكتر من كده لكن الحكومة والاغلبية في البرلمان اكتفت بعشرة مليون جنيه حد اقصى؟ خلينا نطرح هذا السؤال على المستشار احمد ماهر مستشار وزير الاثار للشؤون القانونية. سيادة المستشار مساء الخير. مساء النور ازيك يا استاذ عمرو. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني السؤال برضو اللي طرحناه يعني العقوبة او التعديلات اللي جاية دي بتتكلم عن عقوبات مالية لمضايقات السياح هل هي كافية؟ انا بس عايز اوضح في البداية ان حجم التعديل القانون اصلا مكون من 52 مادة التعديل طال 33 مادة واضافة 7 مواد جديدة ففي حاجات كتيرة جدا اتعدلت في القانون. الظاهره اللي حضرتك بتتكلم عليها دي احنا قعدنا نتكلم فيها في الجان كتيره جدا عن قصه مضايقه السائحين لان اصبح سلوك بينتهجه البعض واثر على السياحه في مصر. فالمبدا اللي بيحكمنا هنا المبدا القانوني هو مبدا التناسب بين الجرم والفعل.
يعني انا بخضع هنا لرقابه المحكمه الدستوريه، هي اللي بتحدد قيمه هذا التوازن والتناسب. فانا ما اقدرش اعلى بالعقوبه لحد يبقى ما في اخل بهذا التوازن، وبالتالي الماده يبقى فيها شبهه عدم دستوريه. تمام. طيب يعني حضرتك شايف انه يعني هذه العقوبات ممكن لو طبقت، يعني لو طبقت ممكن تغير المشهد بنسبه قد ايه؟ بنسبه كبيره جدا لو تم تطبيقها على ارض الواقع. انت عارف حضرتك طبعا احنا عشان نقدر نواجه اي مشكله لازم يحصل تداخل تشريعي طالما الفعل غير مجرم. تمام. والقانون هنا اضاف فعلين اجراميين كانوا مش مجرمين قبل كده. اولهم اللي من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابه او ادارتها او تدخل في الاداره او الانضمام وكان من بين اغراضها تهريب الاثار الى خارج البلاد او سرقتها، والثاني الخاص بمضايقه السائحين. وتم تغليظ العقوبات لتحقيق الردع بقى بشقيه العام والخاص، سواء في سرقه الاثر او الحفر خلسه او اخفاء الاثر او هدم والاتلاف العمدي للاثار او اجراء اعمال حفر. وطبعا قولا واحدا ان تغليظ العقوبه هيحقق ردع بشقيه من عام وخاص، وبالتالي هيؤتي اثره وثماره في المستقبل. طيب احنا بنتكلم عن العقوبات او تعديل العقوبات فيما يتعلق بتهريب الاثار مش التنقيب عن الاثار. تمام يا فندم. ايضا تم تغليظ العقوبه بالنسبه للتهريب على شقين. شق تعلق بالحفر وخلافه، وتم تشديد العقوبة إذا ارتبط ذلك بالتهريب. تم تشديد العقوبة إلى عقوبات بقت كام يا سيادة المستشار؟ أيوة فندم. بقت كام حضرتك؟ هقول لحضرتك بالضبط النص. العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه إذا قام بفعل السرقة أو إذا كان الأثر من الأثار المسجلة المملوكة للدولة. أما إذا كان بقصد التهريب هتبقى العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، مع طبعا الحكم بالمصادرة. مفهوم. أنا بشكر سيادتك على كل هذه الإيضاحات، المستشار أحمد ماهر مستشار وزير الأثار للشؤون القانونية. بنقابل كتير في حياتنا طلاب في مراحل الإعدادية أو الثانوية مش عارفين يكتبوا حتى أساميهم أو حتى مش عارفين يقروا كويس. للأسف دي يعني ظاهرة انتشرت في مصر في الفترة اللي فاتت بعد ما تحولت بعض المدارس أو كتير من المدارس خلينا نقول تحولت لسبوبة زي ما بيقول المثل العامي. بما أننا احنا على اعتاب نظام جديد للتعليم هيتم تطبيقه السنة اللي جاية، الواضح أن جهات التعليم في الدولة بدأت تتحرك أخيرا للقضاء على الظاهرة دي. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم قبل الجامعي أعلنت النهاردة أن المرحلة اللي جاية هيكون فيها تركيز على معايير توفير بيئة مدرسية داعمة للمتعلم والتركيز على المهارات الخاصة بالقراءة. نائب مدير الهيئة قال بشكل حاسم أنه مش هيتم اعتماد أي مدرسة الطلاب فيها مش هيعرفوا أو مش بيعرفوا يقروا أو يكتبوا. هل ده يعني هيحصل فعلا؟ يعني نتمنى. أكتر حاجة مزعجة لأصحاب العربيات في مصر هي مشوار المرور، زحمة وخناقات على الشبابيك وفحص وبصمة وملفات وطفاية. عايزين نقول لحضراتكم خلاص يعني اطمنوا، وزارة الداخلية بدأت النهاردة تجربة المرور المتنقل. يعني ايه المرور المتنقل؟ يعني الخدمة هتكون ديليفري لغاية البيت. نشوف التقرير التالي. قام مدير أمن الدقهلية بافتتاح وحدة مرور متنقلة بهدف تيسير وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص السيارات للمواطنين، مع قيام إدارة المرور بتوزيع عدد من الكتيبات الإرشادية على المواطنين تخص إجراءات التراخيص وبعض الإرشادات المرورية. إجراءات تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين في أي مكان. بعد ما نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حصل على جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي امبارح، الكل وجه التهنئة لصلاح، سواء نجوم كرة القدم المحلية والعالمية، حسابات الأندية، الفيفا، الكل بيتغنى بملك مصر زي ما عصام الحضري قال، وزي ما اللاعب العالمي روبي فاولر وحساب الفيفا على تويتر
أيضا المعلق الرياضي عصام الشاولي وغيرهم كتير. كمان صلاح أو الشوالي سوري كمان صلاح كان محط اهتمام عدد كبير من الصحف زي ديلي ميل اللي تكلمت على تفوق صلاح على دي بروين، وإكسبريس اللي كتبت صلاح يهزم دي بروين، وذي صن اللي قالت صلاح لاعب العام في إنجلترا، ميرور تكلمت على أن صلاح أول مصري يحصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا. من الحاجات المميزة تغريدة نشرتها باكي أندرسون المذيعة البريطانية في CNN اللي عملت حوار مع صلاح من حوالي أسبوعين. التغريدة كانت عبارة عن فيديو لصلاح وهو بيحمل كأس أفضل لاعب وبيقول لها زي ما قلت لك أنا فزت بالجائزة. Becky, I told you I would win this. يعني صلاح بيقول لها زي ما قلت لك زي ما أخبرتك أنا هاخد الجائزة دي. هدير منصور شابة صاحبة فكرة ورشة اسمها باب نعمة. الورشة فيها مجموعة من البنات بتشتغل على إعادة تدوير الأخشاب والأثاث القديم وتحويلها لقطع فنية معاصرة. الهدف هو مساعدة البنات عن طريق تعليم وتشغيل أكبر عدد منهم في الحرف اليدوية. خلونا نعرف حكاية باب نعمة. بديت مشروع اسمه باب نعمة. المشروع ده عبارة عن تدوير الخشب، إعادة تدوير الخشب القديم ومعالجته ونطلع منه حاجات فنية أو أساس منزلي أو كوفي كورنرز أو حاجات جديدة ممكن ما تكونش موجودة قوي أو الناس بتشوفها كتير. من الأول كنت بتعامل مع هدير، قالت لي على فكرة المشروع، شفتها حاجة مجنونة كده شوية إن بنات تشتغل في خشب وتقطع وترسم وتعمل. في الأول ما كنتش شايف إن الموضوع هيبقى بالشكل الواو اللي ظهر في الآخر. فكرة إن هم كانوا بنات عامة بادئين المشروع أنا كنت حاسسه صعب، يعني الموضوع كان تقيل شوية إن بنات هي اللي هتشتغل في الموضوع دوت. بس الصراحة أثبتولي إن البنات ممكن تعمل أي حاجة عامة، ممكن هي مجرد إن هي تفكر هتبدأ تنفذ بالطريقة اللي هي شايفاها هتوصل للحاجة اللي هي عايزاها وأكتر من اللي هم متصورينه كمان، لأن أنا فعلا يعني اللي جاي هيبقى أحسن لهم بكتير. اتفقنا ان احنا نعمل ورشه والورشه تكبر، يبقى معانا اصحابنا اكتر، بنات كتيره قاعده في البيت ما بتشتغلش، لا تعالوا اشتغلوا، في بنات بتحب الحرف اليدويه جدا، فلا تعالوا بقى احنا هنوفر لكم مكان. الاوضه سبناها واجرنا مكان بقت شقه عشان ما ينفعش نبقى في الشارع، الناس مش هتتقبل الفكره. بقينا في الورشه دي مع بعض، بقينا 5 بنات وعمالين بنزيد كل شويه الحمد لله. الفكره مستهوياهم جدا وكل بنت بتكمل الثانيه، كلنا بنكمل بعض. انا ممكن اكون صاحبه الفكره بس هما بيدوني افكار اكتر بكتير من اللي انا في دماغي او كنت عايزاه. واحنا دلوقتي في ارض المعارض 2018 الدوره 51، يعني يعتبر بنحقق حلم لينا تبع الجمعيه الانتاجيه التعاونيه. الجمعيه وفرت لنا المعرض لان احنا شباب وبتشجع المشاريع الصغيره زينا مثلا، احنا مشروع صغير وبنات، فكان موضوع غريب شويه، فكان هيبقى رد فعل كويس من الناس. والمعرض ساعدنا كتير جدا، اداره المعرض مسهله لنا كل حاجه. حلمي بقى او حلمنا بقى دلوقتي كلنا ان احنا يبقى عندنا مصنع ويبقى عندنا براند ونصدر لبره ونوفر برضو ستيل بالشيب بسعر رخيص جدا للشباب كلها. كده وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل حوار خاص في السياسة والاقتصاد، ماذا يحدث في حزب الوفد وعلاقاته بباقي الأحزاب، كيف يرى أداء البرلمان، وكيف يستعد الحزب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، ما رؤيته للوضع الاقتصادي وتوقعاته للاستثمار في مصر خاصة في محور قناة السويس. أسئلة كثيرة نسعى لمعرفة إجابتها من الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد والخبير الاقتصادي.